تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة في قصر الصغير هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاحتفال الذي أقيم بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية. ولدى وصول موكب جلالة الملك المعظم إلى قصر الصغير ترافقه كوكبة من الدراجات أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقدم جلالته. وبعد عزف السلام الملكي وتلاوة عاطرة من آيات الذكر الحكيم تفضل حضرة صاحب الجلالة رعاه الله بإلقاء كلمة سامية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. يشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الاحتفال الذي يقام بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكتنا الغالية، والتي نسأل الله لها دوام التوفيق
والازدهار والتطور في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، نرحب بكم جميعا أجمل ترحيب، ونتوجه إليكم وأهلنا الكرام بخالص التهنئة في ذكرى العيد الوطني المجيد، داعين الله سبحانه أن يعيد على أسرتنا البحرينية الواحدة بمزيد من الرخاء والطمأنينة لتواصل مسيرتنا الوطنية تقدمها جيلاً بعد جيل، وهي تجسد آمالنا وطموحنا من أجل الأفضل والأجمل لمستقبل مملكتنا الحبيبة. وفي هذا اليوم الخالد في تاريخ الوطن تتجدد مشاعر الفرح بحس المسؤولية، إلى جانب الشعور بالثقة في تصاعد البناء وبالفخر بما تنجزه التجربة البحرينية الملتزمة
باستغرار وتطور مؤسساتها وبترسيخ أمنها وحفظ استقرارها صوناً وإعلاءً للمصلحة العليا للبلاد. ويسعدنا في مثل هذه المناسبة الطيبة أن نعرب عن عظيم الاعتزاز بما نشهده من حماسة وطنية ونشاط ميداني منظم للحفاظ على موقع البحرين وإمكاناتها المتطورة حضارياً وبشرياً ضمن مسيرة وطنية تشمل كل من ينتمي إلى هذا الوطن الغالي بالرعاية والخير والمحبة. ونتوجه بذات الاعتزاز والتقدير لرواد العمل الوطني الذين نشد على أيديهم بكثير من الشكر والامتنان لبذلهم المخلص وعملهم المثمر سيراً على نهج روادنا الأوائل بنات هذا الوطن العريق الذي بزغ فجر مجده وشعت أنوار نجاحاته منذ أكثر من قرنين. وها نحن نشهد معكم اليوم حصاد ما زرعوا لنكمل المسير بذات العزم والثبات على دروب العزة والرفعة. وفي الختام، فإن رسالة البحرين وشعبها في هذا اليوم المجيد هي أن ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة كما سائر الشعوب، وذلك بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وعلى الدول الفاعلة والمؤثرة أن تبدأ باتخاذ الخطوات المؤدية لتحقيق هذا الهدف النبيل. دعينا المولى عز وجل أن يديم الخير الجزيل على البحرين وأهلها وأجيالها المقبلة الذين هم موضع الأمل والرجاء، لتبقى كما هي دائماً وطناً زاهراً للجميع مواطنين ومقيمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تفضل جلالة الملك المعظم حفظه الله بتوزيع الأوسمة التقديرية على المكرمين. لدى جمهورية مصر العربية وسام البحرين الدرجة الأولى سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وسام البحرين الدرجة الأولى، العميد الركن عادل عبد الله بني حماد قائد قوة الواجب حوار قوة دفاع البحرين وسام الكفاءة، العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية قوة دفاع البحرين وسام الكفاءة، العميد فواز حسن عيسى الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة وزارة الداخلية وسام الكفاءة، سعادة الشيخ خالد بن راشد بن عبد الله آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وزارة الداخلية وسام الكفاءة، العقيد الركن محمد مبارك الرميثي الحرس الوطني وسام الكفاءة. الوكيل أول حسن علي الجاسر المري الحرس الوطني وسام الكفاءة. الدكتور عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة الإعلام السابق وسام الكفاءة. معالي الشيخ خليفة بن علي آل خليفة رئيس مكتب معالي وزير الديوان الملكي وسام الكفاءة. الدكتور خليفة بن علي الفاضل وكيل التخطيط والدراسات والمتابعة وسام الكفاءة. السيد محمد سيف شيخان نائب رئيس المراسم الملكية
وسام الكفاءة سعادة الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال وسام الكفاءة السيد خليل عبد الرسول بوشيري وكيل وزارة مجلسي الشورى والنواب وسام الكفاءة السيدة سحر راشد المناعي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وسام الكفاءة الدكتور محمد غسان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية وسام العمل الوطني السيدة بيتسي بنتيتس ماثيوسن عبد الرحمن عضو سابق لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وسام العمل الوطني السيدة شهناز جابر حاجي جمال عضو سابق لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وسام العمل الوطني السيد عبد الوهاب يوسف الحواج عضو سابق لمركز الملك حمد للتعايش السلمي وسام العمل الوطني السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية غرفة تجارة وصناعة البحرين وسام العمل الوطني السيدة سلوى بخيت إدريس بخيت وسام العمل الوطني السيد جاسم أحمد بصالح المدير العام للشؤون الحكومية وسام العمل الوطني سعادة الشيخ معاذ بن دعيج آل خليفة مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بجهاز الخدمة المدنية وسام العمل الوطني السيدة نوال عبد الكريم بوشيري مدير عام شركة دار الخليج الهندسية وسام العمل الوطني السيد محمد صالح الكعبي مدير عام بالديوان الملكي وسام العمل الوطني السيدة عصمت جعفر أكبر المدير العام للإطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية بهيئة جودة التعليم والتدريب وسام العمل الوطني السيدة عفاف عبد الله زين العابدين نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة للدعم المؤسسي ورئيس الشؤون المالية بشركة بابكو للتكرير وسام العمل الوطني السيد عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة وسام العمل الوطني السيد نواف السيد هاشم السادة الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وسام العمل الوطني السيدة منيرة أحمد فخري الوكيل المساعد للموارد والخدمات مكتب رئيس مجلس الوزراء وسام العمل الوطني المهندسة بلسم علي السلمان الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وسام العمل الوطني الدكتورة راوية خليفة المناعي الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شؤون البلديات والزراعة وسام العمل الوطني الدكتورة إجلال فيصل العلوي الرئيس التنفيذي للرعاية الأولية بوزارة الصحة وسام العمل الوطني السيد علي محمد الهاجري المدير التنفيذي لمكتب سمو وزير شؤون الديوان الملكي وسام العمل الوطني السيد راشد أحمد راشد عمرو الرميحي مدير تنفيذي بالديوان الملكي وسام العمل الوطني السيد مشعل عادل يوسف العياضي المدير التنفيذي لمكتب الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم وسام العمل الوطني السيدة نسرين عبد الرضا علي مديرة مدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات بوزارة التربية والتعليم وسام العمل الوطني المهندسة نيلة أحمد السيد المدير التنفيذي لإدارة المشاريع وسام العمل الوطني السيد علي حسن أحمد المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات بصندوق العمل
والتمكين وسام العمل الوطني. الدكتورة فوزية يوسف الجيب، مستشار رئيس مجلس الشورى وسام العمل الوطني. الدكتور عمر أحمد العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات وسام العمل الوطني. المستشارة إيمان جعفر العرادي، مدير إدارة المعاهد والاتفاقيات الدولية والعقود بهيئة التشريع والرأي القانوني وسام العمل الوطني. السيد محمد إبراهيم العامري، مدير إدارة التسجيل والمتابعة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري وسام العمل الوطني. السيد مساعد سلمان مسعود، مدير إدارة الاتصال والتسويق بوزارة شؤون الشباب وسام العمل الوطني. المهندس ياسين حسن السيد، مدير نظم الملاحة الجوية بقطاع شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات وسام العمل الوطني. السيد هشام أحمد الرئيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة GFH وعضو مجلس الإدارة وسام العمل الوطني. السيدة ليندا محمد جناحي، مجلس التنمية الاقتصادية وسام العمل الوطني. السيدة وسن سعيد الخزاعي، مدير إدارة حوكمة المنظومة الصحية بالمجلس الأعلى للصحة وسام العمل الوطني. السيدة نورة أحمد البلوشي، مدير إدارة التخطيط والسياسات والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسام العمل الوطني. السيد علي موسى محمد، مسؤول مكتب المتابعة بديوان سمو ولي العهد وسام العمل الوطني. السيدة أفشان بروين أختر، رئيس الشؤون القانونية وسكرتير مجلس الإدارة شركة بابكو للتكرير وسام العمل الوطني. السيد محمد علي أحمد عبد الكريم، رئيس شعبة الأنشطة الرياضية بعمادة شؤون الطلبة بجامعة البحرين، متقاعد وسام العمل الوطني. السيد فهد أحمد الخلفان، مدير شؤون الإسكان والأملاك مجلس العائلة المالكة، متقاعد وسام العمل الوطني. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، كلمة المكرمين تلقيها نيابة عنهم السيدة نيلة أحمد السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، أصحاب السمو والمعالي السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي الفخر والاعتزاز وفي هذه الساعة المباركة من هذا اليوم، يوم العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالتكم مقاليد الحكم، يطيب لنا أن نهنئ جلالتكم ونهنئ الوطن بأكمله، فإنه اليوم الوطني الذي تجمع عليه كل أبنائه الذين يفتدون ترابه. صاحب الجلالة، إن اعتزازنا وفخرنا لا حدود له، ونحن نتشرف ونتسلم من يدي جلالتكم الكريمتين الأوسمة، وأي تقدير أعلى من أن نقف أمام جلالتكم وأنتم تقودون هذا الوطن العزيز وتبنون حضارته الحديثة. فمنذ بداية تحديث الدولة في عهدكم الزاهر، وشعب البحرين الأبي يخطو بثبات وثقة وهو يتطلع إلى غد مشرق، وقد استطاع بفضل من الله وجهد المخلصين كافة رجالاً ونساءً شيباً وشباناً من تحقيق ذلك النجاح الكبير في زمن قياسي يدفعنا إلى أن نبني عليه بعزم وثقة ما نريده معاً للبحرين الحبيبة. إننا يا صاحب الجلالة
عشنا مع جلالتكم أياماً جميلة، ونؤمن أن أجمل الأيام هي التي نحن مقبلون عليها معكم أيضاً يا صاحب الجلالة. إننا يا سيدي ونحن شريحة تمثل شعب البحرين الوفي، لنثمن ونقدر تقديراً عالياً اهتمام ورعاية جلالتكم السنوية للمتميزين من أبناء هذا الوطن الذين يمثلون الثروة الحقيقية لبناء المجتمع واستثمار لقدراتهم بالمشاركة في بناء وتطوير الحياة العامة فيه. وفي الختام، فإننا نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أخلص آيات الشكر والثناء والامتنان مقرونة بالتهنئة العطرة والتبريك بهذا اليوم الأغر. أعادكم الله على أمثاله سنين عديدة باليمن والبركات. حفظكم الله ورعاكم قائداً لنهضة الوطن، وأدامكم ذخراً وسنداً وعزاً وفخراً لمملكتنا وأهلها الكرام الأوفياء. وحفظ البحرين وأدام عليه عزها ورخاءها تحت قيادتكم الحكيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.